اليوم جي زبرتونا جينا لامور ديال سوق بقار باش نشوفوا الوفاة ديال الاب ديالي. طلبنا بالتشريح، قال لك بان هو حاله كوفيد ما يقدروا حتى شي واحد يشرحه، وجبرناهم بانهم عملوا له بانه توفى اثر كوفيد ماشي باثر الطيحه اللي بحال اللي قال المدير ديال المستشفى انه جاته الدوخه وطاح، او لو وقع في مشدس وطاح. ديك العلامه ما حتى شي واحد يجاوبنا عليها لحد الان. وبارح كنمشي للكوميساريا كنتفاجئ بان ما عطاهم حتى شي تصريح، ورجال السلطه جاوا باش يعينوا المكان وقال لهم باللي هو جناح ديال كوفيد. الاب ديالي بحال اللي كيقول ملي طاح راه ما طاحش في جناح كوفيد، طاح برا المستشفى. كان من حق الشرطه يخلي الشرطه يخرجوا ويعينوا، ما يمكنش ان ما تعطيتها تقرير بان السيد طاح لك من لوبيتال ديالك وانت ما تعطيش التقرير. هذا الشيء كيحاول بزاف الشكوك، وما فهمتش علاش كيغطي هذا الشيء. انا خصني يعطيني غير تصريح، انا كنطالب بانني نراقب الكاميرا، يعطيني غير كاميرا نرتاح، يوريني كاميرا بحال اللي عملوا معايا البارح رجال السلطه. وقفوا معايا ما نسالهمش خير، ومشوا معايا حتى من الدائره عمل لي محضر وعطاه لي وهود معايا حتى محكمه الاستئناف. رجال السلطه كيعاونونا، هو كواحد الانسان ديال الصحه ما يعاوناش، ما يمكنش. خصو يعاوني ويعطيني نشوف الكاميرات ديال المستشفى. ونزيد ان معلومات اخرين، الاب ديالي راه ماشي الحاله الاولى اللي انتحرت، البارح انتحر واحد وقبل من الاب ديالي انتحر واحد. اذا شنو في هذا المستشفى اللي كيخلي هاد الناس يندفعوا مثلا هينا؟ وانا لحد الان كنعاود ناكد ونقول بان الوالد ديالي راه ما عمره يفكر في الانتحار، ما دام هادو عملوا له شي حاجه باش دابا عملوا له كوفيد في البيلون ديال الموت ديالو كوفيد، باش ما تقدر ديك السيد لا تشوفوا واش فيه الدقه، لا تاديه، لا حتى شي حاجه، لا حتى شي طبيب ما يقدر يشرح. زعما هذا الشيء منكر، اقسم لك يمينا منكر. انا يعمل معايا غير حل، يوريني غير الكاميرات المستشفى، ياك المستشفى مجهز بالكاميرات ديال كوفيد، ويوريني التحليله ديالو اللي طلعت بوزيتيف. حتى الوحده اللي معاك تفاجئ باتصال بان راه بوزيتيف. ونزيد واحد الحاجه، فين كان هذا الطبيب ملي طاح الاب ديالي؟ وانا كمخالطه يعني كنخصهم يعملوا لي الحجر الصحي. انا كنطالب بانني نعمل الحجر الصحي نعملو في الدار ديالنا، ما نعملوش في مستشفى محمد السادس. نعمل تحليله ولكن ما نعملهاش تما، حيت حنا عندنا شكوك حول ديك المدير. خصو يعطينا تصريح، هو كمدير مستشفى خصو ضروري يصرح بشي حاجه، ماشي يبقى ساكت. واش هاد الانسان اللي ما صافي لصق له كوفيد ويمشي تيف مجاهدين؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ماشي حنايا الحاله الاولى، راه كاينين بزاف الحالات، عائلات وكيسكتوا. علاش نسكتوا؟ حنا الحمد لله في دولة الحق والقانون، ولا رجال السلطه واقفين معانا. هو كشخص ديال الصحه ما يوقفش معانا، خصو ضروري يعطينا واحد الرد على التساؤلات ديالنا. حنا كنطالبوا يرد عليا بالتساؤلات ديالي انا باش نعرف الاب ديالي شنو وقع له. البارح بالليل عيطات لنا واحد النمره اللي هي مجهوله، ما عرفناها شكون هي، قالت لك بان الحمري الناصري عبد الحق فيه كوفيد وقطع. وفي الصباح جاوا عندنا قال لك الناصري عبد الحق فيه كوفيد، وجينا دابا لهنايا وكنتبعوا معاه الاجراءات. دابا هذا السيد هذا اللي كيقولوا فيه كوفيد، هذا السيد هذا اللي فيه كوفيد راه مات عباد الله من واحد السقطه، شكون دفعوا الله اعلم. حنا كنطالبوا بالكاميرات وباغين داك المدير ديال المؤسسه يتعاون معنا كما تعاونوا معنا السلطات، الله يجازيهم بالبخير. السلطات تعاونت معنا ودارت فوق الجهد ديالها باش هذه الحقيقه تبان، وهذا المدير هذا كيخبع هذه الحقيقه لظروف غامضه. الا كان هذا المدير هذا بارئ من هذا الشيء هذا، خصو يخرج ويوضح لينا ويورينا بالوراق وديك المتابعه والمراقبه الطبيه اللي كان فيها ذاك الشخص. حنا الشخص دخلناه وقع من بيناتهم نزاع وداخل، السيد بغى يخرج في حالته، سوء المعامله والرعايه الطبيه ما كايناش، استنتج بينا وقال لك عتقوني. والاوديوات راه حنا صيفطناهم لكم وسمعتوهم في لقاءات صحفيه سابقه بان هذا السيد هذا كان كيستنتج بربي اللي خلقه بالناس وبالجيران وبالرؤساء كاملين اللي خدم معاهم، بان هاد الناس هادو باغيين يديروا له شي حاجه، راه باغيين يديروا له شي حاجه. المهم هاد السيد هذا هي الاجراءات ديال الدفن ديالو هي مازال معطله. جينا هاد الصباح هذا قال لك هاد السيد هذا مات بكوفيد. كيفاش هاد السيد هذا مات اثر ديك السقطه وتهرسوا له الضلوع ديالو والتحليله يلاه اليوم خرجت فيها كوفيد؟ هاد السيد هذا عباد الله راه ما ماتش بكوفيد. هاد السيد هذا على حسب انا شخصيا هضرت مع الطبيب الرئيسي ديال الحاله، قال لي هاد السيد هذا بلسانه، هاد السيد هذا منين طاح ديك الطيحه درنا له التحاليل ودرنا له المسائل، لقيناه مهرس من الضلوع ديالو كاملين وعنده نزيف داخلي اللي استوجب ان نديروا له التنفس ونديروا له اكسجين ونعتقوا الحاله ديالو.
ولكن الله بغاه وداه ام الامانه داه وكسيد طيب ومعروف والناس كامله كتعرفوا والحمد لله راه كاين واحد التجاوب كبير مع الناس بخصوص هذا السيد هذا. حنا بغينا الحقيقه تبان، حنا ما بغينا والو، بغينا نرجعوا الكرامه ديال هذا السيد هذا اللي كانت اخر وصيه عنده، جيبوا لي حقي، جيبوا لي حقي وتابعوا القضيه لابعد ما يمكن، جيبوا لي حقي. حنا ما طالبين والو، حنا الحمد لله رجال السلطه تعاونوا معنا الله يجازيهم بالخير، تعاونوا معنا، ولكن هذه المؤسسه الطبيه اللي كيتراسها هذا المدير اللي هو المدير ديالها وهذوك الناس اللي هما معاه في الخفاء اللي هما واش ممرضين ولا سيكيريتي ولا الله اعلم، انا ما كنتهم حتى شي واحد، انا كنطلب من هذا المدير هذا يخرج يعطينا معطيات واقعيه، يعطينا حوايج اللي هي ملموسه عباد الله. المريض ملي كيدخل المستشفى راه كيكون عنده سجل طبي، راه كتكون عنده مراقبه طبيه، راه كيكون عنده بزاف ديال الامور، باش هذا السيد هذا اي حاجه دارها ولا تدارت له كنعرفوها. الطب راهم عارفين هذا الروتين هذا اليومي اللي كاين عندهم تما. حاجه اللي غنضيفها، الا كان هذا السيد فعلا فيه كوفيد أتخرج لنا حنايا الملابس ديالو، راهم عندنا في الدار، الا بغيتو نصوروهم ونصيفطوهم للجريده ديالكم، نصوروا ديك الميكا بالحوايج ديالو كما معقمينهم صيفطينهم مصيفطينها لنا للدار، بان هذا السيد هذا هاك وها حوايج. هل يعقل بان السيد فيه كوفيد؟ هذه 4 ايام واليوم عاد بنت فيه تحليله، أتصيفط لي انا الحوايج ديالو في ديك الساعه اللي مات فيها، تقول لي هاك حوايجو باش حنا نتاداو. هاد السيد هذا راه عنده مخالطين، عنده الابنه ديالو، عنده الزوجه ديالو، عنده الراجل ديال الابنه ديالو، هاد الثلاثه ديال الناس راه خصهم يديروا الحجر الصحي وفي الدار ديالهم، حيت هاد مستشفى محمد السادس ما يقدروش يمشيو يديروا فيه دابا الحجر، الا مشاو داروا فيه الحجر راهم خايفين من هاد المدير هذا لا يدير لهم شي حاجه. انتم كونوا بلاصتهم عباد الله، واش انتم معاهم يديروا الحجر الصحي في محمد السادس مع هاد اللقاءات الصحفيه وهاد الشيء هذا؟ باغيين ياخذوا الحق ديال بابا باغا تاخذ الحق ديالو. حنا كنهضروا على هاد السيد هذا، بغينا الكرامه ديالو، ما بغينا حتى شي حاجه، حنا ما كنطلبوا والو، بغينا الكرامه ديال هاد السيد هذا. هاد السيد هذا طاح صافي، انتبهتوا ديك الطيحه اللي طاح وعلاش طاح والكاميرات والمسائل،